يراوغ هازارد يدخل هازارد مازال هازارد يراوغ هازارد يدخل با 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 جول با 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 فعلها البلجيكي إيدن هازارد بأعجوبة يفعل بليفربول العجب استلمها سلمها رجعها ودخل راوغ وسدد وسجل منذ البداية ويشعل جماهير البرتغال رونالدو با 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 جول جول يفتح مجال التسجيل لصالح منتخب البرتغال مباشرة عند الدقيقة السادسة الآن في الوسط عن طريق تورناتو با 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 يا له من با با جول جيوفاني دو سانتوس أصبح باقي في الخلف كل اللاعبين الروس في منطقتهم ياسين إبراهيم يرفعها إلى جول 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 يا إسام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا إسام قلت لك بأننا نشم في رائحة الهدف الجزائريون يعودون يعدلون ويفرحون يا له من هدف هذه الكرة هي الكرة لليو ميسي با 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 جول 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 رونالدو با 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 رونالدو 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 امسك راسك امسك شعرك امسك صدرك امسك بطنك انت امام رونالدو يا ولد انت امام رونالدو يا ولد انت امام ماني 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 با 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 جول هذا هو فريق ليفربول من كرتين او ثلاثه يصنع الفارق يا سلام يا سلام يا سلام كرة العالية جامد رودريغيز با 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 هدف رائع جول 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 من اروع ما يكون هي جامد رودريغيز امتعتنا بهذا الهدف الرائع الاستلام ثم المراوغة ثم رفع الكرة فوق الحارس كولومبيا تعبت باليابان جامد رودريغيز يفعل فرط الاتليتيكو الا اذا حدثت معجزة في هذه المباراة لوكا مودريتش في تربيد الركنية معجزة جول معجزة حدثت راموس يعدل النتيجة للريال من ذهب توني كروس وبا با 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 جول فعلها المنقذ راموس سجل الجول الثالث في الوقت بعد 3 دقائق من عمر المباراة هذا هو الريال وإلا فلا هذا هو راموس وإلا فلا ها هم اللاعبين الكبار الذين ينقذون فرقهم في اللحظات الحرجة حطها في الجول يا رياض حطها في